FM. الكلمة ليك. ليديتو. إعادة البليق للسياسة. قال أحد النواب الميامين اللي يلزم يتسن قانون لحماية السياسيين من أذى الفيسبوكيين. الله الله. ملا خرج تكنيكو أنفولي ليريك. ونسى السيد النائب المحترم باش يحكي على ضرورة سن قانون لحماية المواطنين من السياسيين وأشباه السياسيين. اليوم في تونس الأزمة خانقة وشاملة وتقر كل الأطراف بما فيها الأطراف الدولية أن الأزمة الاقتصادية هي نتاج الأزمة السياسية، بل أنه أغلب السياسيين عاملين بمبدأ جايتبها يعميها. واليوم مطلوب زادة استراتيجية وطنية لتطوير الحياة السياسية، بما أنه عديد الناس اللي تايها في المجتمع وما نجحتش في مساراتها المهنية اختارت بالشد لبدلها في الحياة السياسية. وأحسن مثال على هذا ما قالت إليه شؤون الأحزاب سبان وتقشتيل وتكمبين ونشر للغسيل في الصحات العمومية وسائل الإعلام وشيطنة وتعصب وعديد المسائل الأقرب إلى الأساليب المفيوزية بعيدة كل البعد على إيتيقيا وقيم الحياة السياسية العادية. وحل السرعة تلقى رموقة، وأغلب الاختلافات أسبابها مصالح ضيقة وقسمة مش متعب خيان وغورة واستيلاء على بيت المونة وبيت الخزينة والمطمورة. وهذاك عليه سمى اليوم عزوف شامل من الحياة السياسية، وربما ترجموا في الانتخابات الجاية الأرقام القياسية في نسب عدم المشاركة واللام بالولايات وعدم الاكتراث بالشأن العام، ووقتها باش تكون الطامة الكبرى وأم الهزائم. اليوم سيد النائب لازم يعرف اللي ضروري إعادة البليق للحياة السياسية وإعادة الاعتبار في الشأن العام للكياسة واعتماد التكوين والكفاءة عوض التكمبين والرداءة، وهكاكة تولي الحياة السياسية شفافة بعيدة على الرهبان والنعوشة. الكلمة ليك.